الموسم راح تنعرض الكره ريزورت 23/7. يا احلى زي البشر من قلب دمشق احييكم، وعيوني كما عيون كل السوريين الاحلال ارحب اليكم كل يوم، اليكم وانتم تسطرون تاريخ الحريه في دواري بتلجي، تحملون العبء عن شمس العليه وهي تنبش عن حمار حره، وتهتفون معها يا حما حنا معك الى الموت، تحملون العبء عن البكمان وجسر الشعور ودلع وحج القانون والميدان، تحملون عبء حرية سوريا لأنكم أهل لذلك، هناجركم فضحت فيها وأنا أكررها معكم، يا بشار حيلك حيلك دير الزور رح تشيلك، لن يبقى قاتل الشعب السوري بيننا، وجود أمثالكم من الأحلام الغيارة أنا ما أتوقع أنه لن يبقى. دير الزور مدينة الفرسان كان مثالا بديعا عن سلمية الثورة وحضارتها، لم ترفع السلاح وأثبتتم للعالم أجمع أن الحناجر أقوى من آلة القمر، وبذلك بقيتم على قلب واحد مع كل المدن السورية التي تحدت أسلحة الغد بصدور عالية. نساء دير الزور حرائرها مساكم وكل صباحاتكم حرية. نعم بدنا دولة مدنية، نحن حرائر دير الزور وبدنا شيلك يا دكتور، أنا حرة ديرية ومهرمة الحرية. حرية أتمنى أن أكون معكم في هذه اللحظة وكل لحظة لأغني معكم. يمام ويل الهوى يمام ويلية، ضرب الخناجر والا حكم الآفة فيا، يضل عمري انفدى ندر للحرية، يا شعبنا ويا وطن أفديك بعيني، وأقول لأحلى دير الزور وحرائرها قريبا سنلتقي في ساحة الحرية، في دير الزور أو في دمشق، يوم الزحف العظيم من أجل حرية.